الاهلي مش هفعل لاعب او اي نادي صح صح ممكن ايا كانت نتيجه المباراه. عشان كده بقول ان اللي عمله كوفي للاسف شديد يا استاذ سيف بعض الاعلاميين تاني اللي مش مقدرين المسؤوليه يعني واحد كاتب النهارده في جريده مسائيه انه لعيبه الزمالك لا يشعرون بالامان بعد حصل مع كوفي. يا بابا هو كوفي خد مستحقاته؟ اه. مين اللي قال ان احنا حطينا له في اتحاد الكوره؟ ففي اتحاد الكوره حجز عليها علشان في فلوس للوكيل لعيبه. فرحت جايبه النادي ايه يا ابني قصتك؟ قال لي انا عليا غرامه مش عارف ايه وعليا غرامه ايه يعني حاجات بيعملها. كان خلي بالك دي هو قبل كده تهرب من السفر ل ل, ل كان اعتقد ماتش كان رايحين نلعب انيميا تقريبا وجع اعتذر وبعد كده وحضرتك وجع اعتذر وقال انا واخد مستحقاتي ده من اسبوعين. لما يكتب بقى الاخ اللي بيكتب ده يقول لك اصل بياخد بقى له 3 اشهر ما خدش فلوسه اقول له مش ده نادي الزمالك يا اخي لو انت عندك ضمير اقرا شوفه من اسبوع بس واحد اسبوع واخد بالك واحد طالع من فيديو بيعتذر عن اللي عمله وان واخد كل فلوسه لكن هو للاسف لا يشرف نادي الزمالك ان يكون لاعب هذه الاخلاقيات في نادي الزمالك. ليه بقى؟ لانه بيكذب. انت واخد فلوسك ولعبك على مشاعر الجماهير اصلا ما حدش جه ناحيتك. ده انت واحد معاك جواز سفر واخدينه عشان تسافر مع الولاد جنوب افريقيا. رحت زورت جواز سفر تاني زورت جواز سفر تاني وسافرت بيه. واخد بالك استاذ سيف؟ وبعدين انت ليك فلوس اللي عندي ما انت يا ابني وانت نفسك اللي قايل اولا ماضي ان مستلم كل مستحقاتك وبعدين مره يقول لي ايه محاميه انجليزيه ومحاميه فرنسيه واحنا لا. عملنا معاه لقاء بعد الازمه وقال لي انا نادي الزمالك وحبي ليه والجمهور وخد كل حاجته تمام. انا النهارده لما يجي يهرب انا بس عايز اعلام بلدي بدل ما يقف على نادي الزمالك يقف مع النادي الاهلي يقف مع انديه دي بلدك يا اخي. ليه بتكذب وتقول ان هو مشي عشان ما فيش امان ما بياخدش فلوس؟ ليه؟ لمصلحه مين؟ انت كاري مرتضى منصور تعالى يا عم اتخانق معايا. انما ده كيان اسمه الاهلي، كيان اسمه الزمالك، تمام؟ لما تزور الحقيقه وتشجع لاعب زي الاول مزور تاني مزور ويهرب قبل ماتشين مهمين من السفر، تمام؟ بلا اي سبب تاني بلا اي سبب. يا راجل ده انا ليا فيديو بقول له فيه كنت مجتمع مع لعيبه فانا شفت شكله كده مش عاجبني شكله مش عاجبني قلت له قول لي تعالى عندك مشكله شكلك مش عاجبني في ايه عندك؟ قال لي لا ما فيش حاجه قلت له عندك مشاكل في النادي؟ قال لي لا انا عندي مشاكل في بلدي تمام؟ كان ما فيش 3 اسابيع جاي النهارده تهرب وتبعت لوكيل لاعبين صاحبك رساله شفتها وتقول له اصل انا جاي لي عرض من بره وخلاص هيجي لي 10 اضعاف المبلغ ده ينفع الكلام ده؟ وواحد يكتب لي النهارده في المسا يقول لك اصل ما عندوش امان لا ده اللي يتعاقب ده اللي كلنا لان الزمالك ما عملوش حاجه الزمالك هو اللي عمل اسمه هو ده هو اللاعب ده مش كان بيلعب قبل كده اعتقد في بتروجيت ولا كان بيلعب هو انتوا كمان بتحل لعنه الفراعنه على اي حد بيسيبكم ويمشي مدير فني يروح يلبس ويجي لعيب كوره يروح ما بيشوفش لا انا عايز اقول لك حاجه لا طب اقول لك انا حاجه فاكر اسلام رشدي وقصته؟ فاكر لما قعدنا ندور عليه ومستخبي فين اسلام رشدي دلوقتي؟ طبعا لاعب كويس ومؤدب لكن هرب مننا طبعا الاهلي والزمالك انديه كبيره بتعمل تاريخ لا بس باسم اسمه ايه تاني حسين السيد اللي كان احسن باك شمال يعني اي حد بيجي يفتري على ايفونا واخد بالك ما حدش بيفتري على نادي الزمالك الزمالك والاهلي انديه كبيره طبعا انا عايز اقول يا جماعه انت لما يكون في لاعب في الزمالك والاهلي ولاعب متمرد على ناديه في الاهلي او الزمالك تمام واخد فلوسه ومستحقاته انا لو نبي مش عارف اشوف خليته نبي وعمال يتنطط زي بتاعك عشان خاطر يعني شيل الصوره دي طيب هاتولنا صورتين تانيين من الزمالك ضيعها في السوبر ها ما جيبها لنا لما ضيعها في السوبر ده ممثل عالمي فمن فضلك شيل صورته عشان انا مش طايق اشوفها انا حاطط لك صورتي انا اهو بامانه يعني تمام فانا بقول للاعلام من فضلك حضرتك عمال تقول لا يشعر بالامان اصله ما خدش مستحقاته وبعدين انا ذنبي ايه ان ليه وكيل اسمه استاذ سمير اعتقد سمير السيد ليه 50,000 دولار واتحكم بيهم فاتحجز على 20,000 منهم خلي بالك ما هو اتحاد الكوره عنده حكم بتاع الاستاذ سمير حجز على 20,000 وقال لا خدهم خدهم مين انا تاني ازاي؟ فانا بقول لجماهير الزمالك لا الزمالك ولا الاهلي هيقف على لاعب صح هربان